خد يا حبيبي. يا سيد، والنعمة دي ما مصدقها، والنعمة دي ما مصدقة ان احنا خلاص هنتجوز، وان الدبلة هتتزحفح من هنا تروح الناحية التانية، ويبقى عندنا عيال وشقة واسعة بتاعتنا لوحدينا. ده انا اول ما بصحى الصبح ابص على الدبلة اقول الحمد لله لسه ما صحتش من الحلم، وانك لسه ما سبتنيش. الله، ايه يا بنت العبط اللي انت فيه ده؟ وانا هسيبك ليه يعني؟ مش عارف، كانت في حاجة في دماغي بتقولي ان سيد ده مش بتاع جواز، وانه بيتسلى بيكي، وان اخرتك هتبقى في عبده سواق الميكروباص، وهتبقى جوازه والسلام. هو صحيح الواد كان هيموت عليا يعني. هيموت عليا بقى، والكلام الفارغ ده اللي ما بحبش اسمعه. مين عبده ده اللي بتشبهيه بيا يا بت؟ والنعمة يا سيد ما تزعل، عبده ده ايه ولا تستعنف جزمتك حتى، ده معفن. شقة حلوة قوي يا سيد، عارف احلى حاجة في الشقة ايه؟ البلكونة، اصلا انا احب امدد وانام في البلكونة. بلكونة؟ عايزة تنامي في البلكونة؟ ليه، متجوز قول لنا ولا ايه؟ ما عنديش نوم في بلكونة وكلام فارغ من ده. هي لقطة على سعرها بس غالية علينا شويتين، معلش نستلف. وبعدين انت بتشتغل وانا بشتغل ونسدد كل الديون ونستنى على عيال شوية، ولو اني هموت على عيال يا سيد نفسي ربيهم حلو كده، يبقوا شبعانين ومرتاحين وما نفسهمش في حاجة، وندخلهم مدارس لغات. اه ليه لأ؟ الله، انت هنا؟ انت ايه اللي صحاك؟ ابدا، اصل عطشت. مش عايز تاكل؟ انا اتعشيت من بدري. في حاجة هنا كلها. ايه ده؟ كفتة؟ كده مفيش مانع. ايه؟ في ايه؟ في حاجة كده كنت عايز اسألك فيها. افرض يعني مثلا يعني انا وانت جعانين ومفيش قدامنا غير الرغيف ده، تفتكر مين فينا اللي ياكله؟ بسيطة، نقسمه. صح، نقسمه. بس ده ما ينفعش غير في الاكل بس، لكن في حاجات تانية كتير ما ينفعش فيها القسمة، لازم حد فينا يسيبها للتاني. تفتكر مين يسيبها لمين؟ يا اخي، حب لاخيك كما تحب لنفسك، والنبي عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام، في حديث شريف قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا سيدي، اذا ربنا قدرك انك تتنازل بس يكون بارادتك وبدون ارغام ولا جبر من اي حد، تبقى عملت ثواب عظيم، وربنا سبحانه وتعالى سيجازيك خيرا في الدنيا وفي الآخرة. الله، حلو قوي المنظر هنا. زي فاكر ابو السيد زمان لما كنا بنيجي هنا واحنا لسه صغيرين، واحنا لسه تلامذه في الصنايع. كنت تموت في الصيد في الحته ديت، وعمرك ما اصطدت سمكه، شاغلني اوانطة كده. بس كان النيل انضف من كده بكتير، وما كانش فيه الجزيره اللي في النص دي. وانت كنت عفريت يا ابو السيد. الله سيد، انا امبارح لما جيت لك السينما. خلاص سيد، اصل كنت خلاص عاطف بقى. خلاص والله سيد، ما تديني فرصه اقول لك حاجه. لا يا عم، ما فيش حد هيتكلم غيري، انا اللي عايز اتكلم. موضوع الشقه ده انا فكرت فيه وقررت ان انا مش عايزها. خلاص، انا عايزك تاخد الشقه ديت تتجوز فيها وتملاها لنا عيال. سيد، ده مش وقت تضحيه، احنا خلاص كبرنا، وقطر الجواز هيفوت. اخرس، مفيش حاجه اسمها احنا كبرنا، انت بس اللي كبرت، انا ما كبرتش. تكبر مني بتاع تعمل. لا يا سيد، بس انا كده ابقى مفيش كلام، انا قررت خلاص. هو بس في مشكله صغيره في الشقه دي. الشقه دي بس كبيره، 5 اوض وصاله، يعني عشان تملاها عيال عايزه مجهود كبير شويه، وانا شايفك اليومين دول بعافيه و صحتك يعني صحتك. انا ما تكبرهاش بقى يا لها. ربنا يهنيك، ربنا يهنيك يا عمرو، ما تكبرهاش بقى يا لها. ايه ده يا باشمهندس؟ دول حضرتك 5000 جنيه، قربت كلام كده بس لغايه ما لا 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 لا، انا احب اخد فلوسي كلها على بعض، وبعدين شقتي جايبه لي 30000. انت مش قلت لنا قبل كده 25؟ بس جابت اكتر. تقولي ايه؟ رزق ربنا. ربنا عايز كده، ربنا برضو اللي عاوز كده. صدقيني، والمسيح والعذراء، انا لولا الهجره لاستراليا اللي جات لي على غفله ما كنت فرطت ابدا في الشقه بالاسعار دي. وعايزه اقول لكم حاجه، خلي الموضوع ده بيننا وبين بعض، احنا نقول لصاحب البيت ان الشقه ب 25000،
وخلوا الخمسة دي لي أنا بدل ما نقوله 30,000. أصله بيحب يشاركني في كل حاجة، كفاية هياخد 12.5. يعني عايز إيه أكتر من كده؟ ياكلني؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي ابن حلال، كويس إنك جيت. اتأخرت ليه يا سيد؟ اللي ما قاعد البيت دي هنا لغاية الوقت. والله يا ابني أنا عايز أقفل المحل وأروح أستريح، هي قاعدة مستنياك من بدري. طب أنت عايز حاجة دلوقتي؟ لا يا حبيبي بقفل وهات لي المفاتيح. ماشي يا عم، على مهلك. سلام. يا بت أنا مش منبه عليك 30,000,000 مرة، لو جيت ما لقيتنيش في المحل ما تستنيش كده في وسط الزباين، وبعدين الساعة 11:30 دلوقتي ما روحتش ليه لغاية دلوقتي؟ أنا جاية لك عشان نروح لولاية صاحبة الشقة ونربط معاه. ولا صاحبة الشقة شقة موضوع الشقة ده عايزين نستنى عليه شوية كده عايدة. ويا شقة هتستنانا يا سيد؟ مش حكاية تستنانا، أصل كمان بصراحة موضوع كده ما كنتش عايز أكلمك فيه، بس مش عارف أنا الشقة دي مش عجباني. أنت كنت طاير بيها تري يا حبيبي. أيوة الأول كنت طاير بيها، خلاص بقى قعدت مع نفسي فكرت لقيت البيت قديم، وبعدين يا بت إحنا خلاص مصر دخلت في حزام الزلازل. الخوف بقى لا يجي زلزل صغير كده تقوم تقتل حزام تخبط في البيت توقعه. ما تخلينا في الجديد، اشوف لك شقه في عماره جديده تبقى زي الفل. خلينا في الجديد احسن عايز. هو احنا معانا الفلوس للجديد يا حبيبي؟ وبعدين لازم تفهم ان العماره مبنيه حجر وزي الحديد يا سيد، ممكن تيجي الزلزال تاخد العمارات الجديده دي كلها، مين عارف. انت كمان بصراحه ربنا المطبخ ضيق كده مش عاجبني، خانقني. وهو المطبخ اللي في بيتي ولا في بيتك اوسع من المطابخ دي يا سيد؟ ايوه مش حكايه، احنا بتكتب علينا نعيش في مطابخ اهالينا. عايز ارقيك يا بت، خلي عندك طموح، نعمل مطبخ كده بترابيزه واجيب لك فيه كشت الماشين وبعدين ثلاجه بروحين، لعب كده بقى، عايزين نلعب يا بت. بعدين كمان هي ما جاتش على حكايه المطبخ كمان، ده حاجه اوض وحشه قوي مش عجباني. لا يا سيد، ده احلى حاجه بقى في الشقه دي الاوض. يا بنت انت مش مداني فرصه اتكلم ليه؟ وانا بقول لك حاجه على الاوض ولا التقسيمه؟ انا مش بتكلم على كده، بتكلم الاوض كده كشفه بعضيها، تحس كده ان اوض النوم مكشوفه على الصاله، وبعدين افرضي واحد صاحبي قاعد واخده بالك ضيف ولا بتاع، وانت ضربه قميص لون احمر وداخله الحمام يجرحك بنظره، ومش عايزين احنا بنلم كده عشان لما يا بنت في مالك بتبصي لي كده ليه؟ انا اصلا مش فاهمه ايه اللي في دماغك بالظبط يا سيد. ايه مالها دماغك يا بنت؟ في حاجه في الصبغه؟ الصبغه طلعت ولا حاجه؟ تطفي عليا انا؟ ده انا قرياك من ساعه ما دخلت من الباب. لا وساكته بتشاور عقلك. ها حنيت لايام السرمحه واللعب، تقول في عقل بالك ايه على ايه؟ ده كله جواز وشقه ومصاريف، ما انا مبسوط كده مش كده يا سيد؟ لكن لا، انا اللي استاهل ضرب الجزمه، امنتك على نفسي وفتحت لك قلبي تقول بنت ترميه مش لاقيه اللي يتجوزها. فوق يا سيد فوق، مش انا اللي جبتك على ملا وشك في نص الليالي وقلت لك اتجوزني؟ ها فوق يا سيد، ملعون ابو اللي تحب.